شكرا معلقنا الكابتن احمد مناع. اذا انتهت احداث المباراه بفوز النادي الاهلي 86-62 في تحول غريب. يعني الحقيقه في الشوط الثالث والرابع والفتره الثالثه والرابعه النادي الاهلي تحول تماما وانهى اللقاء بعد ما كان فايز باسكت، فايز 24 نقطة مع نهاية يعني الشوط الأول والثاني كان فرق باسكت، الثالث والرابع انتهى فرق 24 نقطة. كابتن سلعاوي يمكن توقعاتك كانت صح، أوضة اللبس يمكن بين الشوطين حصل فيها كلام كتير. طبعا مبروك للنادي الأهلي لكمية الفوز المتتالي، هارد لك نادي سموحة، فريق محترم كافحت في حدود الامكانيات الموجوده. تم تحويل فرقتنا بين الثالث والرابع زي ما انت قلت لاحساسهم بمسؤوليه، وبنلعب على ارضنا وداخلين على مباراه قويه وصعبه. فالدفاع كان جيد جدا الشوط الثالث والرابع، كان في تناغم في الهجوم. عايز اقول كان في دفاع جيد جدا فقدر يدينا ان احنا نحط باسكت سهل جدا، جرينا عليهم فاست بريك الشوط الرابع والثالث كتير. عايز اقول ان مجموعه الناشئين اللي كانوا موجودين النهارده ظهروا بمستوى طيب، كلهم مبشرين بالخير يعني. لكن برضو ابو النصر وإيهاب امين وعمرو الجندي على فترات كانوا من احسن. بس خليني اقول لحضرتك ان التحول الاساسي في الشوط الثالث والرابع هو الهجوم. يمكن في الدفاع يا كابتن احنا دخل فينا في الشوط الثالث والرابع 28 نقطه، الشوط الاول والثاني داخل فينا 34، يعني الفرق مش كبير او 6 بونت. اقصد اقول التحول الدفاع افضل في الهجوم، في الهجوم حطينا 50 نقطه عشان دفعنا كويس، فاستحوذنا على الكوره على الباسكتين فقدرنا نجري كوره في ايدينا وبنجري. شفنا كذا كوره يعني وهي هي المكسب بيجي من ايه؟ مجموعه اخطاء، لما الاخطاء اللي هي التيرن اوفر او لا. اللي هي التيرن اوفر زائد مين اللي بيستحوذ على السلتين، نعم، اللي في الهجوم وفي الدفاع، نعم، هو اللي بيبقى النصيب والمكسب. فمباراه تعتبر الثالث والرابع جيده، الاول والثاني اللي مين اللي عمل تحول من اللاعبين حضرتك شايف في الثالث والرابع كده؟ انا شايف ان ابو النصر كان احد المفاتيح وواحد الهجوم، ولما استحوذنا على الكرات الريباوند وعبد الله ناصر، يعني وعبد الله شايف ان هو يعني كل الناشئين عشان برضه يعني برضه عشان كلهم كمجموعه واحده، وعمرو زهران في الاخر كان كويس جدا فعلا. يعني قدر يقطع ويجري فاست بريك ويحط قلبه جامد يعني، بالرغم انه مستر اجوستي لم يشارك بعمرو زهران في مباراه الجزيره. يعني عمرو زهران ما لعبش في مباراه الجزيره، ما لعبش، بس كان ضمن ال 12 بس هو ده هو ده سيستم مستر اجوستي. يعني انت شايف اللعيبه بالرغم يعني عمرو زهران ما لعبش المباراه اللي فاتت ولكن النهارده هو نجم من نجوم اللقاء. عبد الله ناصر الماتش اللي فات ما كانش موفق بس النهارده كان نجم، النهارده كان كويس النهارده، بس برضه انا برضه مستني منك اكتر من كده. عبد الله ناصر شايف امكانياته اكتر، امكانياته اكتر من كده بكتير. يعني ان شاء الله ينسجم وينصهر مع الفريق، و يعني خامه مبشره. تومسون يعني شايفه النهارده تومسون بقاله ماتشين ماشي كويس، ماشي كويس يعني بمنتهى الصراحه، برغم ان يعني الانتقادات اللي كانت موجهه لي او كده، لكن هو مفيد فيما مطلوب منه، بيؤدي ما هو مطلوب منه، وبيجي له شوطه سري ثلاث نقاط فاضي بيشوطها، ليه سلم نص سلم كده ليه اسيست، عينه كويسه على اللعيبه، بيريح اللعيب في الشوطه، بيريح اللعيب في الدخول. لكن يعني كان منتظرين اكتر من كده كجمهور يعني او كده مقارنه باللعيبه. طب كابتن سلاوي انا عندي يعني امر كده كنت عايز اطرحه على حضرتك، يعني كرأي يعني مش اكتر من كده. انا شايف انه يكون من الافضل طبعا مع كل التقدير والاحترام لحكامنا المصريين الاكفاء على قدر عالي، ولكن المباراه كره السله النهارده في مصر بقى فيه انفاق عالي جدا، والانديه حاطه استثمارات كبيره في الفرق. فانا بقترح ان لازم قبل النهائي والنهائي يكون حكام اجانب، لازم يكون في الملعب حكم اجنبي. مش عيب يا كابتن، ما احنا جايبين مدربين اجانب، الفرق جايبه مدربين اجانب، مش عيب. ما احنا المنتخب نفسه، المنتخب مصر مدير فني اجنبي، ليه ما اجيبش حكم او اثنين اجانب يكونوا في الملعب اثناء المباريات دي على الاقل حكامنا تستفاد منه. لازم اتحاد السله يفكر جيدا في استخدام حكام اجانب في المباريات، وكان بيحصل كده زمان يا كابتن فاكر ايام طبعا الراحل العظيم كابتن محمود احمد علي كان في لما حصل طفره في المستويات جاب حكام اجانب. شايف ده رايك؟ انا اقول لك رايي، احنا عندنا حكام تحكيم في مصر بخير، لا محدش لا خلاف عليه، وبعدين يعني كل حكام الموجودين في كره السله ما عندهمش انتماءات ولا الوان ولا كده، صحيح. لكن مش من عيب ان احنا نجيب بالزبط. او نعمل اتفاقيات
تبادل حكام زي ما دول كتير عامله. احنا حكامنا سفراء بيسافروا بره في دورات افريقيا وبيحكموا وكده، فما فيش مانع ان ممكن احنا يبقى في عمليات تبادل في موضوع الحكام. صحيح يعني انا بقول ليه، عشان يعني الماتشات هتبقى كلوز جيم جدا في قبل النهائي والنهائي، ماتشات قويه جدا، قدر عالي من الفنيات، مش عيب ان انا اجيب حكم او اتنين ان شاء الله يكون في ارض الملعب، مش ثلاث حكام اجانب، يكون في حكم من الثلاثه اجنبي، تبادل خبرات بيدي خبرته للحكام المصريين، مش عيب. وزي ما انت بتروح تحكم بالظبط زي ما بروح احكم، مش عيب. دي كلها خبرات متنقله. بالعكس اعتقد انها نقطه جيده، وان اعتقد ان اتحاد الباسكت بقياده الدكتور مجدي ابو فريخه اي حاجه في سبيل النهوض ما بتاخروش. خلي بالك يا كابتن، مش هيبقى مكلف الموضوع، يعني لو بنتكلم على التكلفه انت بتتكلم على قبل النهائي والنهائي مجمل كله 10 15 ماتش، يعني انت بتتكلم على بيست اوف 5 هنا وبيست اوف 5 هنا وفي الفاينل بيست اوف 5، يعني بنتكلم 15 ماتش ده لو اتلعبوا. ده لو اتلعبوا، يعني ممكن في مباريات تخلص 3-0 وتخلص 3-1، يعني اقصى حاجه 15 مباراه. لما تجيب حكم في ال 15 مباراه، حكم دولي، اثنين حكام دوليين من اوروبا من اي دوله فيها اتفاق معانا، هتبقى العملية سهلة وكده، واعتقد ان اي حاجة مفيدة بالزبط. للتطوير، لان اتحاد الباسكت طور الباسكت، فيعني لو في اي حاجة، لكن حكامنا كويسين خير. لا ما فيش كلام، بالعكس احنا بندور على اهم حاجة بقى، يعني انا من خبراتي في ان ما فيش الوان عندهم، والراجل بينزل بيحكم بيحكم. طيب خلينا يا كابتن اساس حضرتك، خلينا نروح لارض الملعب، صالة الامير عبد الله الفيصل وزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع ايهاب امين، اتفضل يا فاروق. من جديد اجدد التحيه بك يا كابتن هيثم وبضيفك الكابتن محمد السلعاوي، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق سموحه بنتيجه 86-62، يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء واحد من امتع لاعبي الباسكت في مصر وفي النادي الاهلي، واحد من اللعيبه المميزه والمؤثره في النادي الاهلي، ايهاب امين. كابتن ايهاب برحب بك على شاشه قناه النادي الاهلي. مباراه قويه، اداء اكثر من رائع، خاصه في الكوارتر الثالث والكوارتر الرابع، بتفوز النهارده على فريق سموحه، وادي الروح الجميله من الجندي. مرحب بيك طبعا وكابتن هيثم وضيوفه. الحمد لله على المكسب، ماتش مهم على ملعبنا. يمكن فريق سموحه احنا يعني عملت معانا ماتش كبير على ارضهم، فاحنا كنا جاهزين الماتش ده بالذات ان هو على ارضنا، محترف معاهم جديد، محترف كويس، يمكن كسبنا على ملعبنا مع التامين فكنا عاملين حسابه. الحمد لله اللعيبه قدت عليها، في ناس اتصابت زي سيف سمير، الناس راجعه من اصابه زي عمر طارق، فالحمد لله يعني اللعيبه قدت بالشكل ده. دايما في ماتشات الباسكت وجود ايهاب امين في الملعب انا عينيا بتبقى على المدرجات، وبشوف والده الكابتن ايهاب امين ست الكل طبعا ربنا يبارك لنا فيها، انفعالاتها ومتاثره مع كل كوره، دور كبير جدا بتقوم والده الكابتن ايهاب امين معاك بالدور ده كابتن ايهاب. طبعا يمكن امي يعني من وانا صغير ورايا في كل حته وجزء كبير يعني من اللي انا فيه، وبشكرها ومهما قلت يعني مش هقدر اشكرها اللي هي بتعمله معايا، وربنا يخليها لي. مستر بوش قال ايه بعد المباراه، خاصه احنا مقبلين خلاص ختام المباراه المرحله دي مع فريق الاتحاد، ثم فتره راحه وعندنا بعد كده كاس مصر، ومن النقاط المهمه جدا التعليمات اللي قالها ما بين الشوطين، يعني شفنا تباين ما بين الفتره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. طبعا يمكن ما بين الشوطين ركزنا على الدفاع، طبعا يمكن عندهم ابراهيم خالد جاب فينا كذا ثلاثيه في اول هاف، في الريباوند برده في الديفنسيف ريباوند زياد عشماوي وعبد الفضيل اخذوا مننا كذا ريباوند، فحاولنا نشتغل على الجزء ده في الثالث والرابع ويمكن فرق معانا جدا. وطبعا اهم حاجه ان احنا يعني خلصنا الماتش ده، تركيزنا على ماتش الاتحاد ان شاء الله يوم الجمعه، ماتش مهم اعتقد يعني اللي هيكسب هياخد الاول واللي هيخسر هياخد ثاني، فيعني مركزين ان شاء الله في ماتش الاتحاد وبناخد كل ماتش بماتش. يعني لكم ايه بعد المباراه؟ بارك لنا طبعا وقال لنا ان هو يعني ما جهزناش احسن حاجه للماتش ده، وان هو بياخد يعني ان احنا ما لعبناش كويس اول شوطين بياخد هو المسؤوليه دي، وقال لنا ان شاء الله هو هيبقى مجهزنا احسن لماتش الجمعه، ويعني ماتش احنا بناخد زي ما قلت ماتش بماتش، وفي يوم الجمعه بالنسبه لنا دلوقتي هو الهدف. اخيرا توعي جماهير النادي الاهلي بايه؟ الجماهير مستنيه منكم كتير. بوعدهم ان احنا يعني هنعمل كل حاجه على قد ما نقدر ان احنا نشرفهم الفتره الجايه، عارفين ان الماتشات دي ترتيبيه وان الاهم الماتشات الاقصائيه ان شاء الله بعد التوقف الدولي، وان شاء الله نكون راجعين كاملين ونفرحهم ان شاء الله بالبطولتين اللي فاضلين السنه دي. مباراه من اكبر المباريات اللي انت لعبتها النهارده، 18 نقطه لايهاب امين في المباراه، يمثلوا لك ايه النهارده؟ يعني الحمد لله طبعا اهم حاجه المكسب، يمكن اهم حاجه ان احنا كلنا نجيب فورمتنا، مش انا بس، ان كل لعيبه يعني تطلع في اداء تصاعدي، سيزون طويل قوي زي ما قلت، واهم حاجه ان احنا كلنا نكون جاهزين بعد التوقف ان شاء الله في كوارتر فاينل الكاس ان شاء الله لما نرجع. كابتن ايهاب وبالتوفيق في اللي جاي. كابتن هيثم بيوصل لك رساله، خلي بالك من نفسك في المنتخب، مستنيينك ونتمنى لك الف سلامه. تقول ايه للكابتن هيثم؟
طبعا ان شاء الله يعني بقول له ادعي لي ان شاء الله يعني تصفيات كاس العالم نرجع كلنا سلام لعيبه الاهلي، وان شاء الله يعني نقدر نشرف النادي الاهلي ومنتخب مصر في التصفيات. طبعا هدفنا كلنا يعني ان احنا نشرف مصر في كاس العالم، ماتشات مهمه، فيعني ان شاء الله ربنا يوفقنا. شكرا كابتن ايهاب وبالتوفيق في اللي جاي. شكرا ربنا يخليك. كابتن هيثم ده كان لقانا مع ايهاب امين، واحد من اللعيبه اللي بتلعب بقلبها في النادي الاهلي، يعني مباراه كبيره النهارده واداء اكثر من رائع من ايهاب امين. مبروك يا كابتن هيثم، من جديد تعود الكلمه للكابتن هيثم السعيد وضيوفي الكرام. مبروك عليك فاروق صلاح زميلنا العزيز من ارض الملعب، بشكرك شكرا جزيلا. كابتن يمكن ايهاب امين لاعب مؤثر جدا اللي بيبقى فورمته الحقيقه، النادي الاهلي طبعا كله بيبقى فورمته، بالاضافه طبعا لبقيه اللعيبه، بس انت طبعا بيبقى عندك قوام الفرقه او بيبقى عندك الكور بلايرز هم بيبقى ليهم دور كبير. هو طبعا مفاتيح مهمه، هو واحد من المفاتيح. نعم مفاتيح مهمه، لازم لما بيكون في فورمته الدنيا بتتغير شويه. نعم. وبرضو احنا عندنا نجوم كتير، لكن زي ما احنا قلنا ان الدفاع او كلام المدرب عن الدفاع بين الشوطين هو نقطه التحول في المباراه. نعم اللي هو بين الشوطين. بين الشوطين لا قدامه مش دفاع، ما قالش الى هجوم جيد وما قالش دفاع مرسل. وقال مشاكلنا عند عبد الفضيل ريباوند، عند ابراهيم خالد، عند التاتا بونت بتاعت ابراهيم خالد لما دخل على ما اتذكر. ابراهيم خالد لما دخل حط 30 بونت، يعني قال لهم المشاكل فين، اقفلوا المشاكل دي هتلاقوا الشكل. وتحمل هو المسؤوليه بالنسبه لاخفاقات الشوط الاولاني والثاني. طيب خلينا نروح لارض الملعب وزملتنا سالا حامد، واحد نجوم اللقاء لم يكن يعني افضلهم على الاطلاق النهارده، واللي عمل الفرق في الشوط الثالث والرابع ابو النصر. اتفضل يا سالا. من جديد برحب بك يا كابتن هيثم، وطبعا بالكابتن الكبير كابتن محمد السلعاوي ضيفك في الاستوديو لتحليل مباراة اليوم، وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وبالفعل يا كابتن هيثم زي ما حضرتك قلت، يعني طبعا معي واحد من النجوم المباراه اللي النهارده كابتن محمد ابو النصر. كابتن محمد طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وخليني ابارك لك طبعا على فوزكم النهارده على نادي سموحه، ويعني ما شاء الله النهارده اداء يعني ولا اروع منك ومن كل لاعبي النادي الاهلي، يمكن ده اللي منتظرينه دايما منك جماهير النادي الاهلي كمان في الماتشات اللي جايه. اهلا بيكي وقناه الاهلي وكابتن هيثم والساده الضيوف كلهم. الحمد لله طبعا كان ماتش يمكن في الاول كان رخم شويه، بس الحمد لله احنا قدرنا نحزمه في الشوط الثاني في كورتا الثالث والرابع. يعني الحمد لله احنا ماشيين خطوه بخطوه، ان شاء الله يبقى اللي جاي كله زي ما احنا ماشيين، بناخد ماتش بماتش وما بنفكرش في ترتيب، ما بنفكرش في اي حاجه ثانيه غير ان احنا ندخل ماتش نكسبه ونبص على بعد كده. اللي بيكسب بطوله بيفكر ان هو يكسب كل ماتش، ما بيدورش على اي حاجه ثانيه، والحمد لله ربنا كرمنا لحد دلوقتي ماشيين كويس باذن الله الحمد لله. ابو النصر يمكن المباريات كلها ورا بعض، ويمكن برضو كل الفرق في دوري السوبر المستويات قريبه من بعض، يمكن ما بتاخدوش اجازه خالص، يمكن بعد ماتش الجزيره كان في تمرين ثاني يوم عشان تستعدوا بشكل قوي للمباراه النهارده. طبعا عشان بنلعب حوالي ماتشين في اليوم بيبقى الموضوع صعب ان احنا ناخد اجازات، ما فيش وقت للراحه. يعني نعتبر ان شاء الله ان اخر ماتش هيبقى يوم الخميس مع نادي الاتحاد، وان شاء الله بعد كده هيبقى في توقف لارتباطات المنتخب حوالي 28 يوم او حوالي شهر. يعني نعتبر فتره اعداد جديده نقدر نعمل ريكفري فيها، الناس المصابه تقدر ترجع، نقدر ناهل بدنيا البلاي اوفز ان شاء الله، ونكمل الموسم على خير باذن الله. والنصر بعد مباراه الاتحاد ان شاء الله يوم الجمعه، حضرتك قلت ان هيبقى في توقف لمده شهر، بعد التوقف ان شاء الله يا كابتن ايه اول مباراه نادي الاهلي يعني هياخدها او المواجهه اللي هتكون للنادي الاهلي؟ اظن ان شاء الله نرجع على كاس مصر دور الثمانيه. زي ما قلت لحضرتك هناخدها ستيب باي ستيب، هنلعب حوالي ماتشين من كاس مصر اظن، وبعد كده ندخل على البلاي اوفس في دوري السوبر. يعني تعتبر دي يعني اجتهاد السنه كله في الفتره اللي جايه بعد التوقف، حصيله الموسم كله ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا ونقدر نحصد البطولتين باذن الله ربنا يكرمنا. محمد طبعا بشكر حضرتك جدا، ومليون مبروك النهارده طبعا على المباراه وادائك انت وكل لاعبي النادي الاهلي، يعني ما شاء الله يعني ببارك لك طبعا. كده اداء الفرقه كله، والحمد لله الفرقه كلها رجاله وكلنا ايد واحده، وربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله. شكرا شكرا. كده طبعا يا كابتن هيثم كان لقائنا مع واحد من نجوم المباراه اليوم كابتن محمد ابو النصر، والان العوده مره اخرى للاستوديو، الكلمه ليك يا كابتن هيثم تفضل. سالا حامد بشكرك شكرا جزيلا، والله ينور عليك ابو النصر، فعلا القادم هو الاصعب والاهم لانه خلاص حصاد الموسم كله في الشهرين ثلاثه اللي جايين، فان شاء الله كل التركيز وكل الدعاء ليكم كمان، انتم مركزين احنا بندعي لكم. كابتن سلعاوي يمكن ابو النصر اوجز قال لك خلاص احنا فاينلز كاس فاينلز دوري، حتى بالنسبه لمنتخب مصر برضه في كاس العالم، فبالنسبه للموسم هم الشهرين دول الشهرين هم الشهرين اللي يعني بتاخد فيه ثمار تعب.
بتاع الست سبعة اشهر اللي فاتوا. بالنسبه للمنتخب نتمنى له التوفيق والوصول، بالنسبه للنادي الاهلي نتمنى له حصد اخر بطولتين في الموسم ده. اوكي خلينا نطلع لفاصل يا جماعه سريع ان شاء الله، وخلال الفاصل ينضم لينا كابتن يحيى يوسف. عايز بس اوضح لحضراتكم ان احنا بعد قليل هننقل لحضراتكم في تمام الساعه 8، ممكن بيتهيألي يتاخر شويه الماتش عشان ماتش السله اتاخر. مباراه هيبقى 8:30 صح بالظبط، بلغوني فعلا زي ما قلت لحضراتكم اتاخر، هيبقى 8:30 مباراه كره اليد الاهلي والبنك الاهلي في صاله الامير عبد الله الفيصل. هينضم لينا في الفاصل كابتن يحيى يوسف المدير الفني لفريق كره اليد سيدات وابن النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي ومنتخب مصر، هينضم لينا في الفاصل عشان يبقى الاستوديو مقسوم سله ويد، وبعد كده نروح على كره اليد، ولكن بعد الفاصل. كان في فولي كمان. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بكابتن يحيى يوسف المدير الفني للفريق الاول لكره اليد سيدات ونجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق. اهلا بيك يا كابتن يحيى. اهلا بيك يا كابتن يوسف. بس حضرتك جاي لليد. طبعا مش رايح للباسكت برضه. برضه ليك احنا حبايب برضه، تتكلم تتكلم زي ما انت عايز، اتكلم يا كابتن في السله وناخد راي حضرتك في كل حاجه. حبيبي يا كابتن يحيى منورنا. كابتن سلعاوي نصيحتك ايه بقى؟ يعني احنا دلوقتي احنا داخلين على مباراه مهمه مع الاتحاد، زي ما شفت اللعيبه اللي هيكسب ياخد اول، ما فيش خلاص. ما فيش. نصيحتك ايه؟ اول حاجه لازم يبقى في مقدار كبير من التركيز في المباراه اللي جايه، لازم اللعيبه كلها تعيش جو المباراه من النهارده. خلاص النهارده المباراه عدت، نبدا من النهارده نحضر لماتش الاتحاد. المباراه هتبقى صعبه في اسكندريه، الدفاع هو هيبقى من اهم مكاسبنا. يعني مباراه مش هتحتمل القسم على اثنين، هي مباراه اللي هيكسب هيبقى اول. طب كابتن في فرق يعني لو احنا خلينا المركز الاول او الثاني من وجهه نظر حضرتك؟ انا يعني هو بيقولوا يمكن الثاني افضل يعني حسب ما، لكن انا احب الاول. لو البطل بطل ياخد اي حاجه ويكسب ويخش ويخلص ويكسب. يعني ما يعني فريق الاتحاد السكندري فرقه كبيره، دربها احمد مرعي مدرب من اكفأ الناس وعامل مجموعه محترمه جدا. هو كده الاول والثاني مش هيقابلوا بعض، مش هيقابلوا بعض، بس هي عمليه بتبقى عمليه نفسيا شويه. يعني لان احنا يعني لغايه دلوقتي احنا لعبنا 3 مباريات، 2 في المرتبط وواحد في الدوري، ده احنا خسرنا 2 وكسبنا 1. بس خلي بالك يا كابتن، المباراه اللي كسبناها بس ضم عليها بطوله عربيه، ما بطوله عربيه مباراه وضم، يعني احنا كسبانين 2 وخسرين 2، ما بطوله عربيه دي مباراه اللي هي المباراه اللي كانت عربيه كسبناها. بس المباراتين بتوعنا اللي كسبناهم كانوا ببطولتين، كانوا مؤثرين ببطولتين عشان كان فيهم بطولتين، بطوله عربيه وبطوله مرتبط، تكسب تشيل. المباراتين اللي خسرناهم الاتحاد يعني مباراتين ما كانوش ما ترجموش لفوز لكن الفوز معنوي، فوز معنوي. بس في الاول والاخر يبقى فريقين كبار، نادي الاتحاد نادي محترم، شعبيه جارفه طبعا يعني اسكندريه اللي ما لعبش باسكت في اسكندريه ما لعبش. انا كمان سمعت اخبار ان استاد اسكندريه بيتصلح. دي حاجه هتبقى ظاهره، هتبقى حاجه من احسن ما يمكن. انت اكتر واحد سعيد بده. طبعا صح؟ طبعا ياما لعبنا وصلنا في ملعب الاستاد. لكن مطلوب من اللعيبه التركيز، مطلوب منهم الدفاع قوي، مطلوب منهم تنفيذ تعليمات، التحول السريع من الدفاع للهجوم. ده نصيحتك للاعبين. زائد التركيز في فاول شوتينج. فاول شوتينج مكسب مهم جدا، لان كل انا اعتقد ان معظم المباريات بتخلص بفارق صغير، ولو تعدل النسبه نقلل من اللي هي التيرن اوفر او اللي هي الكرات المقطوعه ونستحوذ على السلتين. تمام. طب كابتن خلينا نتكلم عن اداء يعني المباريات. انت عندك دلوقتي 40 يوم في راحه او 45 يوم راحه. ال 45 يوم راحه دول مش فتره بالقصيره، انت هتلاقي فرق رجعت ثانيه وفرق طبعا. يعني هتلاقي شكل مختلف، خاصة أنا أتوقع أن بعد مستوى النادي الأهلي ده مش هيبقى بس 4 لعيبة في المنتخب، ده ممكن يبقوا 6 من النادي الأهلي هيبقوا في المنتخب. فترة صعبة، فترة صعبة وفترة طويلة، لكن احنا طبعا كمصر أو كده احنا هدف أن احنا نوصل. يعني ده كل اللعيبة دي عشان البطولة دي. تمام زي، لكن اعتقد ان هيزيد العدد من الاختيارات في بالنسبه للنادي الاهلي في اختيارات اللعيبه، واعتقد كمان ان اللعيبه بتوعنا هيبقى لهم يعني مع بصمه في المنتخبات بعد كده. ويعني برضو عايز اقول ان النادي الاهلي بما له من شعبيه طبعا، ف بيعتبر كمصنع الابطال يعني او مخرج. طب كابتن يحيى مستعد النهارده لماتش كره اليد؟ ان شاء الله. ماتشين الحمد لله كسبنا طايره وكسبنا سله. لا كابتن يحيى ان شاء الله يوم جميل على النادي الاهلي، كان كسبنا في الحمد لله الطايره 3-0 والباسكت كسبنا سموحه
وان شاء الله نكسب بنك الاهلي النهارده. بنك الاهلي يعني ان شاء الله الفرقه النهارده افضل احسن. يمكن ماتش سبورتنج يمكن حصل دروب كده وتعادلنا، يعني ما كناش نتمنى نتعادل، ولكن انت بتقول النهارده حتى ماتش الزمالك خلص مع طلاع الجيش في اخر ثانيه او اخر خمس ثواني. هو كان اخر 10 ثواني الزمالك جاب جون الفوز، وبعد كده اتردت 10 ثواني كده، فالجيش خد تايم اوت بس ما قدروش يجيبوا حرزوا هدف التعادل وكده. انا افهم من كلامك ان كل الماتشات كلوز جيم، يعني ما فيش هيبقى ماتش مريح. لا طبعا هم دول المفروض ان هم اكبر اقوى ست فرق، فانت عندك الاهلي والزمالك وسبورتنج والجيش هم اقوى اربعه. الدنيا بقى ان البنك الاهلي يخش بين سته وجري بالنسبه له تارجت عالي جدا. عمل معسكر في تونس يا كابتن، عمل معسكر في تونس. هم فرقه كلها معظمها من الشباب، يعني مش على واحد او اتنين بس هم كبار. كابتن عمرو الجيوشي عمل مجموعه وتوليفه كويسه جدا من الشباب اللي هو طلع مثلا مواليد 98 و96 وفي حد منهم كمان 2000، فعمل توفيق كويسه وان هم يخشوا من السته، دي حاجه انجاز كبير جدا. طبعا 18 فريق يخش السته. كابتن سلاوي، هو في فريق بنك اهلي باسكت ولا ما فيش؟ في بنات كمان. طب ليه مش واصلين للدرجات عاليه كده زي اليد؟ ولا محتاجين لسه شغل، ولا لسة. هم درجه ثانيه ولا درجه اولى؟ لا هم البنات في الاولى، في الاولى في الممتاز يعني. الولاد لسه تقعد. يعني ان شاء الله نتمنى. خلي بالك كل ما الفرق او عدد الفرق اللي بتخش كل ما تزيد كل ما ده مكسب للمنتخب. كابتن سلعاوي بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني ومتعتيني النهارده بتحلياتك الجميله. الله يخليك كابتن هيثم، انا اللي بشكرك على وجودك يعني في هذا كاعلامي متميز في هذه القناه، وبشكر الكابتن يحيى عشه عمر طبعا وكابتن مصر ومن احسن المدربين في الوطن العربي كمان. طبعا نورتنا كابتن سلعاوي. توفيق ان شاء الله. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل بقى عشان ننتقل لكره اليد مع نجمنا كابتن يحيى يوسف. ان شاء الله هنجيب لحضراتكم كل الارقام ووضع فرقتنا، ومراسلنا هناك ان شاء الله من ارض الملعب هيجيبوا لنا كل شيء، ولكن بعد الفاصل.